اليوم اول فلوق لي، مش اول فلوق، ثاني فلوق. الفلوق الاول اللي نزلته ما تكلمت فيه، بس هذا اول فلوق اتكلم فيه. وصراحة ما اعرف من وين ابدا، ما اعرف شو اقول، متخبص. بس ان شاء الله الموضوع يكون سهل. يعني الحين انا رايح اعبي بترول واتلاقى ويا ربيعي، لان طالعين سايرين الشارجة حاليا. نحن في دبي بنسير الشارجة، بنتجمع، بنتلاقى كلنا ربعنا، مو بكلنا يعني، بس الاشخاص اللي قدروا او انه يقدرون يون. يعني انا للحين ما اعرف منو يقدر يجي ومنو بيكون موجود هناك، بس ان شاء الله الاغلب. يعني الجو حرام ما يكون عندك دراجة صراحة. يعني والله طرب البي ام، طرب. طبعا هاي دراجتي بي ام دبليو 1000 سي سي، 4 سلندر، موديل 2022، من احلى الدراجات الصراحه. بي ام دبليو ابدعوا الصراحه. المهم ما بمدحهم وايد، لان في الاخير الدراجه شارنا بفلوسي، يعني ما اعطيني اياها ببلاش. فما بسوي لهم دعايه طبعا. والله الجو حلو صراحه، الجو حلو. وصح انه شمس وشي، بس الجو بارد. انا ما اعرف اذا انتم تسمعوني وصوتي واضح ولا لا، بس ان شاء الله يكون واضح، بعدين بتشيك يعني. واذا مو بواضح بعدل الصوت بعدين ان شاء الله. اتوقع ان في وايد هو داخل مع الصوت، مع صوت كلامي يعني، في وايد هو. انا اول مره اسوي سيت اب يعني واتكلم وشي، فالموضوع جديد علي، لازم اتعود شوي. المهم سارين نتلاقى في محطة البترول، المفروض ما تكون بعيدة من هنا لأن في نفس المنطقة اللي أنا ساكن فيها. أنا أدري إنه ما في يعني موضوع، أنا موضوع مهم أنا ياس أتكلم فيه، بس أتوقع البدايات دائما تكون صعبة، إنك تحصل موضوع وإنك تعود الناس عليك. وإن شاء الله يعني مع الأيام راح يكون في تحسن. من احلى الاشياء اللي في البي ام مثبت السرعه، يعني هو شيء واحد بس يعتبر شيء كبير صراحه مقارنه بالدراجات الثانيه او الوكالات الثانيه. فهالشيء مريح جدا جدا في الدراجه، سواء سبورت ولا مش سبورت. احنا في 2023 حاليا، المفروض كل الدراجات السبورت يكون عليها مثبت سرعه، بس ربعنا الثانيين اللي مش بي ام دبليو يعني ما ادري لين الحين ليش متاخرين، بعدهم عايشين على سنين الديناصورات. طبعا هذه الحركة مهمة جدا، خاصة يوم تكون مو مشغل الدراجة يعني من يوم او يومين او حتى 6 ساعات 7 ساعات، لازم تحر اطراف التواير عشان يوم تنزل كيرف، او حتى مش ضروري انك تنزل كيرف يعني، حتى لو لفة بسيطة التوار تكون مستعدة حق هالمواقف يعني على الأقل تكون حارة شوية
ما تكون لزجة وما تعطيك سلايد، لأن صراحة شوارع خاصة شوارع اللي في الخليج بشكل عام في دول الخليج شوارعنا كانها ملعب صابون، يعني لو شو ما تسوي بعد تتزحلق. هذه هي محطة البترول، بنعبي بترول هني وبنحرك بنكمل دربنا. يا عيني يا عيني على الطرب. اتوقع اني وصلت قبل ربيعي كالعادة، كل ربعي انا اوصل قبلهم. لا لا تمسخر، انا وايد اتاخر عليهم مرات. حبيب شو الاخبار؟ شو مسوي؟ مرحبا مرحبا، هلا والله، شو الاخبار؟ الحمد لله. بسم الله توكلنا على الله، عبينا بترول الحمد لله، والحين الى وجهتنا الجميلة. ربع الاثنين وصلوا ومحركين الحين مع بعض. وبخصوص الكلام اللي ياس اتكلمه، طبعا انا اتكلم عربي اللهجة الاماراتية، اتمنى اغلب العرب فيكم يعني يفهم اغلب الكلمات اللي انا اتكلم فيها، لان لهجة عن لهجة تختلف. في الاغلب اهل عمان واهل البحرين وقطر والسعودية واليمن طبعا كلهم بيفهمون كلامي، يعني نادرا ما بيكون في كلمة ما بيفهمونها، لكن الدول العربية الثانية اللي مثل سوريا ومصر وين عندك بعد، سوريا ومصر والأردن العراق، لا العراق أنا أتوقع يفهمون لأن لهجتهم تقريبا قريبة عن لهجة الخليجيين اللي في عمان والإمارات والسعودية. والسبب اني اخترت اني اتكلم عربي، طبعا انا عندي انستغرام كله بالانجليزي اكتب عليه، كل ما احط صورة او فيديو كله بالانجليزي، واتواصل ويا الناس كله بالانجليزي، يعني اغلبهم يتابعوني اجانب. حبيب اغلبهم يتابعوني اجانب، فاتكلم انجليزي معاه واكتب بالانجليزي وكل شيء بالانجليزي، بس اليوتيوب اخترت انه يكون بالعربي، لانه ما ادري يعني احس انا لو بديت الانستغرام بالعربي كان بيكون احسن، يعني ربعنا وناسنا اولى. بس الحمد لله على كل حال، هذه بداية جديدة، صفحة جديدة ان شاء الله، واليوتيوب راح يكون افضل من الانستغرام ان شاء الله، يعني باذن الله. وايد هو ما بقادر اثبت راسي حتى. اتمنى التصوير ما يطلع خايس. حبيب راعي الارون، حبيب ما شاء الله. اسمع. هاي ما شاء الله، هاي ربيع الثاني، ياي 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 ايه ياي، كأنه محارب، كأنه محارب يبي ينتقم من العدو. تعال تعال خلنا نصور دراسك. حبيب حبيب راعي السوزوكي ألف ما شاء الله، الله يحفظك أخوي. طبعا هذا ربيعي وهذاك ربيعي، بس أنا كل حد أخوي. حتى اللي ربيعي أخوي.
انا ما اخذ السيد اللي كله شاحنات، بس لاني ما ابغى اطوف اللفه تروح علي، لاني لو طوفت هاللفه باخذ لفه كبيره عبال ما هي الطريق الصح يعني. بس في الخريطه بعدها قدام يعني الحمد لله. يا اخي مرات ما احس بعمري، الحين الشارع هنا 130 وانا كنت اسوق اكثر عن 130، الدراجه ما تحس بالسرعه. يعني 130 بالدراجه كانها 20 بالسياره يعني. اوه ربيعي طوف اللفه مع اني مطرش له اللوكيشن. يلا بنتريع ما في مشكله. طبعا ربيعي ما قدر يرجع، لازم الحين ياخذ لفه كامله. المهم بنتلاقى وياه هناك ان شاء الله، نكمل دربنا الى موقعنا الجميل اللي ينتظرنا هناك. الحين اوريدي دخلنا الشارجه ولا ما دخلنا؟ بعدنا باقي خطوتين. اول ما ندخل هذا الكيرف يكون نعتبر نحن في الشارجة. حبيبي الله يحفظ، الله يحفظ. انا تحمست شوية، تحمست وتست، بس ما بحط الفيديو لان هذا اول فلوق لي وما بتوهق يعني ويا حد. خلونا نمشي بشكل قانوني، نحترم القانون وان شاء الله امورنا بتكون طيبة والله يحفظ الجميع. كم باقي لين وجهتنا؟ تقريبا 16 دقيقة. انا بهذا السيت اب اللي مسوينه مال جو برو وايد هو يدخل في الخوذه، فاتوقع الصوت بيكون خرافي خرافي يعني. بكون جايب العيد انا، كله صوت هو وما تسمعون شيء انا ياس اقوله، او حتى اذا تسمعون بيكون مزعج وايد، بس سموحه منكم وان شاء الله بنعدل هذا الشيء. الشارع هنا 140، يلا زين بعد على الاقل نقدر نسرع شويه، نسرع بشكل قانوني طبعا. باقي 15 دقيقة. يا اخي اكثر شيء انا احبه في الدراجة انه حتى لو المكان اللي انت ساير له زحمة، في الاخير انت عندك دراجة يعني تروم تطوف الزحمة. يا اخي مثبت السرعة مساعدني وايد، انا لازم امدح مثبت السرعة لان نحن في الامارات عندنا وايد رادارات اللي تسخ على السرعة. يعني تخيل انا ما عندي مثبت سرعة وياس اسوق دراجة، والدراجة طبعا ما اغلبكم يعرف يعني شوية تعطي ريس السرعة تزيد وايد، واذا تهد الريس شوية السرعة وايد تنقص. فمثبت السرعة وايد مساعدني اني انا اتفادى الرادارات والمخالفات، واكون ماشي يعني مثلا الحين هذا الشارع 140، انا ياس امشي 140 بالضبط، ما قاعد يزيد ولا ينقص. فهذا الشيء وايد حلو يعني. يا اخي شفت شيء يضحك، بس ما عليه، الحاجة ام الاختراع، ما في مشكلة. يا ما سويناها. بس
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا وقفت التصوير شوية لان يانا اتصال من ربيعنا اللي ضيع الدرب وانجلب بالدراجة، بس الحمد لله يعني بسيطة، يعني ما كان شيء كبير، الحمد لله جت على خير، يعني مش شيء كبير. المهم الحين الشمس بدأت تغيب، مكملين دربنا الى الشارجة، المكان اللي مفروض كنا نسير له، يعني بنسير هناك الحين. ما علي، هالامور تحصل. وصلت مرة ثانية للمكان اللي المفروض نكون فيه، بس اظني الفيديو بيكون وايد ظلام لان انا مخلي الاعدادات على تصوير نهاري، يعني مش الجو اللي يكون فيه ظلام يعني، بس راح اعدل هذا الشيء بعدين ان شاء الله. المهم وصلت للمكان، وكذلك يوم بوصل هناك بالضبط راح اصور لكم بعد. وصلنا للمكان، باكل ان شاء الله. يا حي الشيخ، هاو ار يو برو؟ جود. طبعا انا ما بصور ويوه الناس هنا لان كل واحد له خصوصيه. زين، وهذا هو بس، هاي جمعتنا الحلوه. وحش، اي وحش ذكر هذا، وحش هذا وحش. انا نسيت اهم موضوع، ما صورت لكم الدراجات، فخلوني اراويكم الدراجات. يعني ما شاء الله ما شاء الله، كل دراجة احلى عن الثانية، بس الاغلب طبعا عنده بي ام دبليو، اول دراجة عندنا هوندا سي بي ار، بي ام دبليو ام 1000 ار ار، اس 1000 ار ار، هذه ام 1000 ار ار بس محولة بالكامل كاستم، جميلة الصراحة. وهذه بعد ام 1000 ار ار، دوكاتي ما اعرف اي دوكاتي صراحة، اتوقع محولة مش الفي 4 ار، مش متأكد والله. وهذه سوزوكي 1000 فل كربون فايبر، ما شاء الله. الدراجة اللي عقبها ار 1 ياماها، هذه بعدها تحت الاجراءات، تحت التعديلات، بعدها ان شاء الله بتكون من احلى الدراجات. وهذه الام 1000 ار ار، هذه طبعا اقدر اقول بكل سهولة، اقدر اقول احلى ام 1000 ار ار في الامارات، اذا مش في العالم يعني. ما شاء الله، يعني ما في قطعة ولا زاوية الا ومركب فيها شيء، كل التفاصيل ما شاء الله. وهذه دراجة ربيعنا سوزوكي 1000، ما ادري موديل كم، اللي انجلب فيها ربيعنا توه. طبعا هو مركب حماية فما اثر وايد على الدراجة، يعني تقدرون تشوفون الحماية كيف مسحته، يعني ساعد وايد، ولا كنتوا بتشوفون هني كامل مكسر، بس الحمد لله انا دراجتي ما عليها الحماية، بس ان شاء الله بركب. وهذه نينجا كوازاكي، نينجا اتوقع 1000 في العادة، يعني لان ربعنا كلهم 1000 ما شاء الله، ما في حد مبتدئ.
وهذه S1000RR BMW 2018. جميلة هالدراجة والله. وهذه ياماها R1 ما تربيعنا. واخيرا الوحش الحقيقي كاسر الارقام. طبعا بتقولوا اي ارقام الحين، انتوا ما يخصكم، ارقام بيني وبين نفسي. يلا هذه كانت لقطة بسيطة عن الدراجات، ان شاء الله اكون ونستكم شوية يعني. يلا نشوفكم. يا مرحبا مرة ثانية، قررت اني ما اوقف التصوير الحين. نحن كلنا بنتجه الى دبي، خلصنا جلستنا الحلوة هناك وسارين دبي الحين ان شاء الله. لازم احط لوكيشن لاني ما ندل صراحة. دبي دار الحي، دبي دار الحي. الشباب قرروا اني انا اكون القايد، ما ادري ليش. المهم ان شاء الله اكون قد القيادة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انا اتوقع ان الكاميرا ما تصور عدل، الزاوية مش زينة. يعني انا يوم اسوق واصور اكثر شيء يبين الشارع، ما يبين، اقصد اكثر شيء الدراجة تبين مش الشارع، يعني ما مبين انا وين رايح. بس اول مرة يعني اعذروني، ان شاء الله بعدل هذا الشيء في المستقبل، يعني ان شاء الله في الفلوق اللي جاي ما بطول يعني. المستقبل قصدي الفلوق اللي جاي. واصلا يوم يكونون في ناس وراك وطالعين جروب، الواحد لازم يمشي شوي شوي لانك ما تعرف ظروف اللي وراك. في ناس مش كل حد يقدر يسوق الدراجة بسرعة او يكون عنده سرعة بديهة. ما شاء الله، هلا هلا الوحش حبيبي. ياس يقول لي امشي اسرع. انا بحاول ارفع راسي زيادة عشان زاوية الكاميرا تكون حلوة حقكم يعني. هلا بالحب. حبيبي شكله ياس يصور فلوق بعد. والله المفروض هذا الشيء من زمان كنا مسوينه بس ما طرى على بالنا يعني. تجدم تجدم شوي. ايوه 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 خلنا نشوف الدراجة. الله يعطيك خيرها ان شاء الله. هذه دراجة جديدة ياماها R1 2022 اظني، ما ادري 23 مش متأكد. احلى شيء في البيم يا اخي والله. الكل يعني الاغلب حتى اللي عندهم بيم ما يستعملون ثبت السرعة، ما ادري ليش. وانا منسدح يعني. كاني جالس في البيت. شو تبغى؟ شو تبغى؟ خليني مرتاح يا اخي. هاهاهاها